ورقتات وكان يحل فيها، والله العظيم الورقتات وكان يحل فيها، وكان حشم الناس تعاونوا معايا الناس هنا بزاف، وليت كان حشم نقول لهم اودي عاونوني في هذه الورقه ولا شي حيت الناس هما ما بحالهمش هنايا تعاونوني، والله الا كاين ناس سلفوا مساكن باش يتعاونوا معايا، وانا راه لا اله الا الله. معكم انا حسنة اخت المسكين الحسن. خويا ما كان كيعاني من حتى شي مرض، كان خدام عادي، وحشو ولا كيجيه الوجع، من بعد داك الوجع جاه الاسهال، غير ما بين شعبان ورمضان جاه الاسهال وكيجي الوجع كتير. صافي ملي دينا للطبيب وداك الشيء بقينا في الاجراءات، قالنا عنده سرطان في المصران، ودابا درنا ليه العمليه. ايوا كنتمنوا من الله الا كاين شي حد. منين توبوك يعني من هذه؟ يعني من شعبان، من شعبان ورمضان هو كان عادي، والسبب ديالو قالنا الطبيب هذا الدري واكل تسمم. الطبيب الاول قالنا تسمم، الطبيب الثاني قالنا عنده ميكرو في المصران. ايوا ملي مشينا طلبوا لنا السكانير، درنا السكانير، درنا هزوا من واحد العينه هي عطاتهم بانه كاين سرطانيه. ايوا من بعد قالنا شنو كلا ديك النهار يعني ما عرفناش هذاك الشيء، لقاو لي الزغب في الكرش ديالو، العينه الاولى جبدوا منه الزغب وجبدوا منه شي حاجه بحال الشحمه، ومني فتحوا ليه وجدوا ليه نيت هذاك الشيء اللي لقينا اللي عطاونا باش نديروا التحاليل لقينا فيه الزغب. المهم هو قال لك سبابو التسمم. دابا جا مسكين ومريض وما عندوش، وبغينا اللي يتعاون. هو اللي خدام وامي، هاد المرض صعيب وكيبغي مصاريف وكيبغي ادويه والحمد لله والشكر لله. لا ما مزوج ما والو، هو اللي خدام على ما لي نطا، كان خدام في الطربيده ودابا ملي مرض جا جلس. ايوا والله الا الناس والمحسنين الحمد لله، صحابه والجيران، لكن دابا الحمد لله والشكر لله. السلام عليكم خوتي المغاربه داخل الوطن وخارج الوطن، سميتي حسين كنيتي مسكيني مولدين زكان من منطقه اسيس. انا خوتي كنت مبيه ماليه خدام عادي واحد الكروسه ديال الديسير، معاون مع امي الدار، وهادي الوقت راه حنا ما حنا غير كارهين ومكرفسين ومعتبين. الحمد لله داني هذا المرض هذا، لا شكرته بهذا المرض. لا العظيم بهذا المرض الحمد لله حمد الله وشكرته بداني هذا المرض. انا ما عرفتش شنو عندي، وما خباو عليا باش يقولوا لي ودي اش عندك. لقيت ناس في السبيطار، ناس في السبيطار تاع زكان، شفتوني حسن تاني نعست فيه، وعاود تاني جيت لهنا، عاود تاني مشيت، عاود تاني نعست في حسن تاني. المهم انا ما كنت عارف والو تاع الاخر، قال لي راه عندك واحد الكره خبيطه، ومن في الاول تصدمت جاتني حسيت شي حاجه ما عمري ما حسيت بها في حياتي، والحمد لله. عمرني كنت طنظن وكنطلب من الله ما لا يسلطوا على شي واحد، وكنطلب من الله تعالى المحسنين يتعاونوا معايا. رانا ورقه تاع الدواء كانوا يحل فيها، والله العظيم الورقه تاع الدواء كانوا يحل فيها، وكنحشم من الناس تا يتعاونوا معايا الناس هنا بزاف، وليت كنحشم نقول لهم اودي عاونوني في هذه الورقه ولا شي حيت الناس هما ما بحالهمش هنايا تعاونوني، والله الا كاين ناس سلفوا مساكن باش يتعاونوا معايا، وانا راه لا اله الا الله راه كارين، راه ورقه تاع الدواء كتغلبنا حنا، ورقه تاع الدواء كارين. كنت خدام ما بقيتش خدام، والحمد لله وشكرته بهذا المرض. وانا كنتمنى من الجي محسنين يتعاونوا معايا، راه باقي عندي الدواء ومازال ما بديت لا دواء لا والو، باقي عندي واحد التحليله باقي ما جمعت فلوسها، وكنتمنى من الجي محسنين يتعاونوا معايا. تنوقف على رجليا، باقي
باغي ندير الخير وباغي نتوب وباغي ان شاء الله شحال من حاجه طامع في هذه الحياه. كنت من الله ومن المحسنين تعاونوا معايا والله يجازيكم بخير الله يرحم الوالدين. تقدر تقول لي النمره ديالك؟ قول النمره ديالك. التليفون ديالك النمره تاعي 06 41 25 91 83. شكرا الله يرحم الوالدين. السلام عليكم. السلام عليكم الإخوان والأخوات، معكم عمر الملقب بمرشرة جمعوي بالمدينة ديال تشيرة الجهادية ومناضل، يعني ما خلينا ما درنا على المدينة ديالنا الحمد لله. اليوم هذا الشيء كيحرق القلب قسما بالله. هذه الرسالة بلا نصيفتها لأي واحد كيهمو الأمر. حنا كنتوجهوا بالمدينة ديال إنزكان والتحيات للساكنة ديال إنزكان، وكنعرفوا الناس ديال إنزكان تبارك الله، يعني الناس ميسورين، الناس لاباس عليهم، يعني ما خاصهم التخير. بغيناكم الله يرحم لكم الوالدين. هذا الشاب مسكين راه في عمره 32 عام، يلا قال بسم الله في الحياه. هذا الشاب مسكين هو اللي كيخدم على الاسره ديالو، هذا الشاب هو المعين ديال الاسره ديالو، جوج خواتات وواحد الدري، وهذا الدري هو اللي كيخدم عليهم مسكين. با مسكين كبير في اللاجور كبيره والله، كذلك الام ديالو مريضه وكارين مساك الله يحسن العوان. ماشي الهدف ديالنا هو الكرة، وماشي الهدف ديالنا نديروا هذا اللايف باش تعاطفوا معنا، لا، تعاطفوا على قبل هذا الشاب مسكين يلا قال بسم الله في الحياه، لان هذا المرض اللي فيه العدو ديالك ما تبغيش لي هذا المرض. انا عندي تجربه مع القلب ديالي الله يولي برحمه الله، يعني هذا الشاب مسكين مريض باقي عنده الامان كل شيء. تعاونونا الله يرحم لكم الوالدين، كما قال الله سبحانه وتعالى ارحموا ما في الارض يرحمكم ما في السماء. سعداتك يا فاعل الخير، سعداتك يا فاعل الخير. هذا الشاب ينادي القلوب الرحيمه، هذا الشاب ينادي المحسنين، هذا الشاب ينادي اي واحد بغى يدير الخير، راه الباب محلول، الباب ديال دارو ديال دارهم راه محلول. الله يرحم لكم الوالدين، بارطاجيو معنا، ربما ما قدرتي تعاوننا بوالو، ربما تكون ذاك البارطاج اللي تبارطاجي ربما تكون السبب باش نقدوا هاد الشاب مسكين اللي يلاه قال بسم الله في الحياه 32 عام، يلاه قال بسم الله، مازال ما تجوج مازال ما تشوف، يعني هاد الشاب مسكين باقي عنده الامان ان شاء الله يبرى. ولكن كما قلت لكم بغينا نديروا اليد في اليد ونتعاونوا بعضياتنا، الله يرحم لكم الوالدين. اليوم عنده وغدا عندك وبعد غدا عندي، يعني الا ما درنا اليد في اليد ونقدنا هاد الشاب مسكين اللي كيبكي الدموع ديالو راه غاليين، يعني ماشي كيبكي هكاك، الدموع ديالو غاليين كيخرجهم من القلب، وانا حاس به وحاس بالالام ديالو. يعني اخيب مرض هو المرض ديال السرطان، الله ينجينا وينجي جميع الامه الاسلاميه. خوتي المغاربه خواتاتي المغربيات، هذا حسبوه بحال ولدكم بحال جاركم بحال واحد من العائله ديالكم، راه مسكين فقير راه كيتحدى الفقر تحت الصفر، يعني ما خلاو حتى شي باب دقوه. تصوروا معايا الصينيه العائله ديالو داروا الصينيه كيدوروا بالمدينه ديال انزكان، فاش داروا ليه التحليله في الاول. دابا السيد كيترجى فيكم خاصه واحد سميتو واحد سكانير ياك تحليله، خاصه واحد التحليله دايره 40000 ريال. ما كان محسن بغى يدير الخير، راه هذا الشاب مسكين راه كينادي، راه هذا الشاب مسكين راه ملي انت كتنعس كتخبى مرتاح في داركم، هذا الشاب مسكين راه كيتعذب وكيعذب مع الاسره على قدها، يعني كيسهر مع راسو وكيسهر كذلك العائله ديالو. بغينا نبكيو ولكن ما جابتهاش الظروف، ولكن بكينا في الداخل ديالنا حيت انا هذا الشاب حسيت به، يعني ما تقدرش تحس به حتى تكون عندك تجربه. يعني هو المعين، هو مسكين اللي كيخدم على الوالده ديالو وخواتاتو، عنده واحد اختو مجوجه وحده مازال ما مجوجاتش، هو اللي كيخدم عليهم، هو اللي كيجر واحد الكروسه كيدير فيها الديسي البوبري. ملي كتب لي الله هذا القدر، شوف واش كلا شي توكل في شي بلاصه، واش كلا في شي قهوه، واش كلا في شي الله اعلم. يعني ملي دوز قالوا لي اودي عندك التوكل، داك التوكل كيتجمع مع المده ويولي ليه سرطان في المصران ديالو. الله ينجيكم وينجي جميع الامه الاسلاميه من هذا المرض الخبيث. داك الشيء علاش بغينا الله يرحم لكم الوالدين، راه قلت لكم القلب كيبكي، الراس عامر، الدمعه تحبسات بلاصتها. ما قدرناش نشوفوا هذه الحاله، واحد الشاب مسكين باقي صغير وتشوف لو فوتو التصويرات اللي عنده في التليفون، الدراتي كان تبارك الله صحيح ومهلي في راسه، ولكن للاسف هذه هي الدنيا.
ما عارفينش كل واحد امتى يوصل النهار ديالو. داكشي علاش بغينا الله يرحم لكم الوالدين والله يخلي لكم ما عزيز عليكم، راه نخلي لكم النمره ديال هاد الشاب اللي بغى يتواصل معاه، اللي بغى يتكلف ليه بديك التحليله ديال 40,000، اللي بغى يتكلف ليه بشي دواء ما خسره فيه. والله يرحم لكم الوالدين والله يجازيكم بخير، وسمحوا لينا ما داجنا من قلد الصواب. هاك قول الرقم ديالك وشوف الناس. خوتي الله يرحم لكم الوالدين الله يجازيكم بخير، اذا تعاونتوا معايا في سبيل الله الله يحفظكم من اي حاجه خايبه، الله يحفظكم من هذا المرض هذا، والله يحفظ العز عليكم ووليداتكم. واخوتي كيف ما قلت لكم النمره ديالي 06 41 25 91 83، وكنتمنى من الله تعالى ومنكم توقفوا معايا. السلام عليكم.